الله أكبر الله أكبر. صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أرقى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمد أرجوكم بالنسبة للإخوة الذين يريدون أن ينصرفوا فلينصرفوا بهدوء. للإخوة الذين يحبون أن ينصرفوا فلينصرفوا بهدوء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم جميع المسلمين من النار اللهم آمين. إخوة الإسلام والإيمان معاشر الإخوة والأخوات حياكم الله جميعا وحياكم وحياكم وطبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم جميعا الى جنة منزلها. واسال الله العظيم الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعني واياكم في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا الجمع الكريم ومع هذه الوجوه المتوطئه بنور الايمان وفي هذا اليوم السعيد عيد الفطر المبارك اساله جل وعلا ان يجمعني واياكم يوم القيامه مع سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دار اقامته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم آمين. إخوة الإسلام والإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله جعلني الله وإياكم من المتقين اللهم آمين. عباد الله في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا الصباح المشهود وفي هذا اليوم يوم عيد الفطر هذا اليوم أيها الإخوة والأخوات هذا يوم الجائزة يوم الجائزة يوم تستلم فيه الجوائز
أو تسلم به جوائز لمن؟ للفائزين، للذين شهدوا في رمضان، للذين أكثروا من القيام ومن صلاة التراويح ومن العبادة ومن الطاعة. فوالله وبالله وتالله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا رمضان لمحزونون. آه ثم آه ثم آه. انقطعت المصابيح وانتهت صلاة التراويح. فوالله الذي لا إله غيره لا ندري السنة المقبلة هل سنكون في الدنيا أم سنكون من سكان المقابر وما يدرينا. السنة المقبلة والله ما ندري أيها الأخوة والأخوات هل سنكون من أهل الدنيا أم سنكون من سكان المقابر وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يموت وما تدري إذا يمت أرضا بأي أرض يدركك المبيت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. عباد الله ربنا جل وعلا شرع لنا في هذا اليوم عبادة عظيمة ألا وهي عبادة التكبير ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا يوم التكبير، هذا يوم الشكر، هذا يوم الحمد، هذا يوم الثناء على الله عز وجل الذي وفقنا للصيام والقيام والتوفيق دائما الى الله جل في علاه. قال ربنا سبحانه وتعالى ولتكبروا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عباد الله كم كنا ننتظر هلال رمضان وها نحن هذا اليوم نستقبل اليوم الاول من شوال. تمضي الايام بسرعه لكن العاقل منا هو من يستغل هذه الايام، هو من يغتنم هذه الساعات في مرضاه رب الارض والسماوات. نعم انا نفرح بالايام نقطعها، انا نفرح بالايام نقطعها وكل يوم مضى يدري من الاجل. فاعلم لنفسك قبل الموت مجتهدا فانما الربح والخسران في العمل. نعم عباد الله انا نفرح بالايام نقطعها وكل يوم مضى يدري من الاجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فانما الربح والخسران في العمل. هذا اليوم يوم الشكر، يوم الحمد، يوم الثناء، لان الذي وفقنا للصيام هو الكبير المتعال جل في علاه. هذا يوم يحرم فيه الصيام. الصيام في هذا اليوم حرام. بالامس كان الفطر حراما واليوم صار الصيام حراما. فسبحان الله العظيم. سبحانك 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 سبحانك. سبحت الطير في وكره ومجدك الوحش في قطره ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره. الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك حق عبادتك. سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أعظمك سبحانك سبحانك ما أعظمك. إخوة الإسلام والإيمان انتهى رمضان. هل معنى ذلك أن الصيام قد انتهى؟ لا والله. هل معنى ذلك أن القيام قد انتهى؟ لا والله. هل معنى ذلك أن العبادة قد انتهت؟ لا والله. ربنا جل في علاه حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال جل وعلا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت. العبادة ليس لها وقت معين ولا زمان معين ولا مكان معين، بل العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. إخوة الإسلام والإيمان اعلموا يا معاشر الأحبة يا معشر الإخوة والأخوات أن الغاية والحكمة والسر والمقصد من وجودك أيها الإنسان هو توحيد الملك العلام جل في علاه. الغاية من خلق الإنسان هو التوحيد، هو الإيمان، هو الإيمان بالله رب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول ما يجب علينا توحيد الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. عباد الله، من علامات قبول الصيام في رمضان، من علامات قبول الصيام في رمضان المداومة على الأعمال التي قمنا بها في رمضان خارج رمضان. من علامات القبول المداومة على الطاعات، المداومة على الصيام، المداومة على القيام، المداومة على صلاة الجماعة. كل واحد منا يا معاشر الإخوة والأخوات يستطيع أن يحكم على أعماله أقبلت منه أم ردت، أمقبولة أم مردودة. من علامات القبول المداومة على الطاعات، المداومة على القربات، المداومة على الأعمال الصالحات بعد رمضان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأعمال ما داوم عليه صاحبه. فيا معاشر الإخوة والأخوات، لا تتركوا الصلاة بعد رمضان، لا تتركوا القيام بعد رمضان، لا تهجروا القرآن بعد رمضان، لا تهجروا الصلاة بعد رمضان، لا تهجروا المساجد بعد رمضان. إن مما يحز في النفس ومما يجعل القلب يبكي بدل الدموع دما حينما نجد كثيرا من المسلمين والمسلمات ينصرفون بعد رمضان، يتركون القيام، يتركون الصلاة، يتركون الجماعة، ويتركون الجمعة أيضا. من علامات القبول المداومة على الأعمال الصالحة. يا من تذوقت حلاوة الإيمان في رمضان، وتذوقت حلاوة الصيام، وتذوقت العبادة، وتذوقت الصدقة، وتذوقت الأعمال، احذر، احذر أن تترك هذه الأعمال بعد رمضان. احذر أن تترك الصيام، وأن تترك القيام، وأن تهجر المساجد. إن أعظم شعيرة ينبغي بل يجب علينا أن نداوم عليها وأن نحافظ عليها شعيرة الصلاة. إياكم وترك الصلاة، إياكم والتفريط في الصلاة، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن هجر المساجد. من علامات الإيمان المداومة على الصلاة، المحافظة على الصلاة. قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أعظم شعيرة ينبغي أن نواظب عليها وأن نداوم عليها وأن نستمر عليها شعيرة الصلاة، أعظم الشعائر على الإطلاق، شعيرة الصلاة. الصلاة أعظم من الصلاة، الصلاة أعظم من الصيام ومن الحج ومن الزكاة ومن كل الشعائر الأخرى. الشعيرة الأولى التي تأتي في المقدمة هي شعيرة الصلاة. وآخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حافظوا على الصلاة أنتم وأولادكم وأزواجكم وذراريكم وبناتكم. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، من علامة قبول الأعمال صيام 6 أيام من شوال، من علامات قبول الأعمال صيام 6 أيام من شوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. من علامات القبول صيام 6 أيام من شوال. إذا أردت أن تعلم أن الله عز وجل قبل منك الصيام فانظر هل سيوفقك للصيام 6 أيام من شوال. نعم إخوة الإسلام والإيمان، كذلك من علامات القبول الحسنة بعد الحسنة، الحسنة بعد الحسنة. لأن الأعمال لا تقبل إلا من صنف واحد. ما هو هذا الصنف؟ صنف المتقين. قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. الصنف الذي يقبل الله منه العبادة والصيام وجميع الأعمال هم المتقون. والمتقون هم الذين أعد الله عز وجل لهم الجنة ونعيمها. قال جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعده الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين، ومن صار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخوة الإسلام والإيمان، هذا اليوم، هذا يوم المحبة، يوم المودة، يوم التضامن، يوم التكافل، يوم التسامح. هذا اليوم من كانت بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء، فهذا اليوم يوم تصفى فيه القلوب. هذا اليوم يوم التوادد، يوم التراحم، يوم التحابب. هذا اليوم يوم تصفى فيه القلوب، فلا تظل فيها شحناء ولا بغضاء ولا كراهية ولا حقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فمن الأعمال العظيمة في هذا اليوم لين الكلام، الكلمة الطيبة، الكلمة الجميلة، أن يقول الواحد منا للآخر: تقبل الله منا ومنكم، أو عبارة تشبه هذه العبارة. هذا يوم التسامح، ويوم المودة، ويوم التحابب، ويوم التراحم، ويوم التصاور. إياكم وقطع الأرحام. من كانت بينه وبين أخيه شحناء أو بغضاء، فهذا اليوم يوم تستل فيه هذه البغضاء وهذه الشحناء وهذه الأحقاد وهذه الأضغان، فنتسامح فيما بيننا، وتتصافى قلوبنا، ونتوادد فيما بيننا، وتزول العداوة والبغضاء من قلوبنا، لأن المجتمع المسلم وصفه الله عز وجل فقال: إنما المؤمنون إخوة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا اليوم يوم الاعتصام، يوم المحبة، يوم المودة، يوم التآلف والتصاور. هذا اليوم أيها الأحبة في الله يتصاور فيه بعضنا بعضا، فلا نقطع أرحامنا، لأنه في زماننا كم ممن لا يكلم أخاه، وربما يصلي بجواره في الصف ولا يكلمه. فهذا اليوم يوم المودة، ويوم التصاور، ويوم التحابب، ويوم المحبة، ويوم تستل فيه الأضغان والأحقاد من القلوب. فاللهم إني أسألك وأتوجه إليك في هذه الساعة أن تجعل هذا اليوم يوما مباركا. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل ركوعنا، وتقبل سجودنا. اللهم يسر أمورنا، واغفر ذنوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم اصلح عوراتنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا. اللهم بارك في الإخوة والأخوات، اللهم بارك في المنفقين، اللهم بارك في المنفقات. اللهم يسر أمورنا، واغفر ذنوبنا، وفرج كروبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وحفيته. اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اصلح عوراتنا. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل ركوعنا وسجودنا. اللهم اصلح عوراتنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك واتباع سنة نبيك. اللهم وفقنا لطاعتك واتباع سنة نبيك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.